لو إيجار قديم احصل على قيمة الوحدة من مالك العقار بأمر القانون لكن بشرط. معكم أميرة الشربيني، أهلا بكم. مفيش حد عنده شك ان مشكلة قانون الايجار القديم بقت بتتعقد يوم بعد يوم بسبب المشاكل اللي ما بتنتهيش بين المالك والمستأجر حوالين القيمة الايجارية بين زمان ودلوقتي، واللي بيساعد في زيادة الاثار السلبية للقانون ده هو ان بقى فعلا غير مناسب للوقت الحالي. مصريين كتير بقوا مستنيين اي قرار من مجلس النواب المصري بدراسة قانون الايجار القديم بكافة جوانبه قبل بدء الانعقاد جديد للمجلس بهدف الوصول إلى أفضل صيغة لتعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. رغم أن مفيش أي نقاش رسمي حتى الآن، إلا أن في مناقشات كتير بتدور حوالين قانون الإيجارات القديم. بالفعل كتير من أعضاء البرلمان بتقدم مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم ومناقشة العديد منها، لكن غالبا مش هيتم اتخاذ أي قرار بشأن المشاريع دي نظرا إلى الحاجة لدراسة شاملة وحوار يشمل كل فئات المجتمع لضمان تحقيق المصلحة لجميع الأطراف. رغم أن بعض ملاك الإيجار القديم بيحاولوا البحث عن حيل جديدة لاسترداد وحدتهم العقارية المؤجرة بالنظام القديم لإخراج المستأجر من العقار، إلا أن في ملايين الشقق والمحلات في مصر لسه بتتأجر بمبالغ قليلة ولا بتحقق أي أرباح لصاحب العقار. من أبرز هذه الحيل المستخدمة لإجبار المستأجر على الخروج هي محاولة إحداث بعض التلفيات في مبنى العقار، لأنه في حالة سقوط عقار الإيجار القديم فإن قطعة الأرض هيحصل عليها المالك الأصلي، بالتالي هنا المستأجر مش هيبقى ليه حق يقعد فيها تاني، لأن القانون المصري لا ينص على تعويض المستأجر بنظام الإيجار القديم بأي حال من الأحوال إلا في حالة إثبات تورط المالك بإحداث ضرر للعقار أو سقوطه أو تلفه. كمان إذا كان المستأجر بيعيش في منزل أو شقة وثبت إحداث مالك العقار تلفها أو محاولة إضرارها، فإن المستأجر هيحصل على قيمة العقار من المالك بالكامل. يعني لو ساكن في شقة بمليون جنيه والمالك تسبب في هدم الوحدة عن عمد، فإن المستأجر يقوم برفع دعوة تعويض ويحصل على مبلغ الوحدة من المالك وإلا هيتم حبسه. بالمناسبة قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996 كان وضع عدد من الشروط اللي ممكن تكون عامل مساعد لفسخ قانون التعاقد، ومنها انه بيتيح للمستأجر الاضرار بالعين المؤجرة زي هدم حوائط او جدران حامية في العين او العقار، ولو حدث واضر المستأجر بالعقار باي طريقة هيكون المالك مطالب اثبات ده بحكم نهائي ثم اقامت دعوة اخلاء. وعلى فكرة الكلام مش هينتهي عن قانون الايجار القديم والجدل الكتير اللي حواليه اللي مستمر من 10 سنين ويمكن اكتر، ورغم ان الدولة بتسعى انها تنتهي من المشكلة دي قدمت الحكومة بالفعل مشروعات قوانين لمجلس النواب، الا ان اقرار القانون ما بيكتملش بسبب عدم التوافق عليه. من ضمن المقترحات المهمة اللي تم تداولها حوالين قانون الايجار القديم هو مقترح النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، واللي بيتضمن تغيير صيغة عقد الايجار القديم بحيث ان المستأجر يدفع 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وبالتالي هتصبح ملكا للمستأجر. أما في حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له. لكن رغم أن مشكلة الإيجارات القديمة ما تحلتش لغاية اللحظة دي، إلا أن ناس كتير بقى عندها أمل أنه يتغير بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد فتح الموضوع واتكلم بكل صراحة مع الناس. علشان كده بنقول الإيجارات القديمة أزمة بجد، لكن بالتأكيد لها حل، والحل ده هيكون إن الناس تبقى شايفة ومدركة إن الواقع دلوقتي غير زمان. كمان مفيش حد عنده شك إن مشكلة قانون الإيجار القديم أصبحت في حاجة ملحة لحل سريع وعادل بين الطرفين في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بين زمان ودلوقتي، واللي بيساعد في زيادة الآثار السلبية للقانون ده هو إن بقى غير مناسب
مناسب للوقت الحالي. بمناسبة النقاش والجدل الكبير حوالين موضوع الإيجار القديم سواء عبر وسائل الإعلام أو بين الناس وبعضها على السوشيال ميديا، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم وتوجيهه كمان لحل المشكلة. ولو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي إن في سنة 1920 كان المصريين على موعد مع صدور أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر صاحب العقار، علشان ينص ساعتها ان قانون الايجار تكون قيمته متساوية للاجرة المنصوص عليها في اول اغسطس عام 1914 مضافا اليها 50%. كمان القانون نص ساعتها على ان عدم جواز اخراج المالك للمستاجر الا بحكم محكمة. بعد كده بنيجي لسنة 1941 علشان يصدر قانون تاني بيمنع المالك من رفع قيمة الايجار وطرد المستاجر لظروف الحرب في الوقت ده. لكن ثورة 1952 صدرت قوانين تاني بتلزم المالك بخفض قيمة الإيجار. أخيرا جه قانون الإيجار القديم الجديد سنة 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر، وده اللي حدد قيمة الإيجار ب 7% من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5% ل 30% وفقا لتاريخ نشأتها. دلوقتي وإحنا في سنة 2021 أصبح القانون ده غير مناسب في ظل الزيادات الكبيرة اللي حصلت في أسعار العقارات، وبقت في حالة كبيرة من الجدل حواليه. البرلمان كمان بدوره بدأ بالفعل يناقش كذا مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، لكن تم تأجيل اتخاذ قرار بسبب أنه كان لازم يبقى فيه دراسة شاملة وحوار بيشمل كل فئات المجتمع لضمان تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.